السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. السلام عليكم، شاهد مواطن اماراتي تكلم عن زيارته الى الجزائر، تابعوا معنا هذا الفيديو. وهذا ممر السعادة باتجاه الجزائر ان شاء الله من مطار تونس الدولي، الطيران الجزائري، تجربة جديدة الطيران الجزائري. مقاعد البزنس، هاي الاكونومي. هذا انا في الطيارة، عندي ثلاث مقاعد تقريبا كامل فاضي مكان، بس تقدر يعني لو مسافة بعيدة تفكن ارباع وتنام مثلا. هذه الجزائر من فوق، لو وصلنا مطار الجزائر باب الخروج من هناك يمين محلات البنوك لتحويل العملة، ويسار شركات الاتصالات، هذه ثلاث شركات اتصالات عندهم اللي هي أريدو، موبايلي، وجزي. الجزي هي الأحسن، الحكومية الأقوى يعني. قيمة الشريحة تقريبا 50 درهم إماراتي، فيها 60 جيبي تقريبا 50 درهم إماراتي، لكن المشكلة أن الكاش لازم تدفع بالفلوس الجزائرية، ما ياخذون غير الجزائري، ولازم تروح تحول فلوس، وبطايق غير الجزائرية ما تمشي. نشكر فندق الجزائر والاستاذ شفيق الجزائري على ترتيب هذه الغرفة، جزاهم الله خير، ما قصروا. فندق الجزائر المعروف، فندق باسم فندق سانت جورج سابقا، لانه مبني في سنة 1514 وكان مقر للبعثة البريطانية. بعد الاستقلال تغير الى اسمه الى فندق الجزائر حاليا، مطور محدث الفندق في 2010، مطل في جاي في قلب العاصمة الجزائرية، ومطل على المعالم الرئيسية، مينا الجزائر، والمسجد الجزائر الأعظم، والنصب التذكاري، الشهيد التذكاري، ومبنى الإذاعة والتلفزيون. فندق من الفئة 5 نجوم. شوفوا هذا مبنى البريد المركزي في الجزائر، كامل هذا المبنى مبنى البريد المركزي في الجزائر، وأمام مبنى البريد نقطة صفر زيرو الجزائر، شمال جنوب شرق غرب، نقطة المحور هني، في يعني هاي النقطة في منتصف جمهورية الجزائر. هذه العاصمة الجزائر، هاي مباني العاصمة الجزائر بالطراز. هذا بلد جدا جميل، بلد جدا مضياف، شعب راقي، تعامل راقي، الكل يقول لك مرحبا فيك في الجزائر، مرحبا بيك في الجزائر، الكل يرحب والكل يقابلك بابتسامة طيبة.